على وقع صيحات التحية للملك، دخل تشارلز الثالث إلى حديقة قصر العائلة الملكية في أيرلندا الشمالية. الملك الذي يواصل جولته البروتوكولية في أرجاء المملكة المتحدة قاصداً بيلفاست بعد إدنبرا، يعلم جيداً مدى الأهمية السياسية لأيرلندا الشمالية التي توقفت حربها الأهلية إبان حكم والدته نهاية التسعينات. فالتاج رمز وحدة المملكة تقول هذه الزيارات، وهذا أيضاً ما جعله يؤكد أنه سيسعى إلى رفاه أيرلندا الشمالية. الآن ومع هذا المثال المشع الذي سبقني، أتحمل واجباتي مصمماً على السعي إلى رفاهية كل مواطني أيرلندا الشمالية. داخل قصر هيلزبرا انتظر قادة البلاد السياسيون، حتى أولئك المنتمون إلى الأحزاب التي تطالب بانضمام أيرلندا الشمالية إلى جمهورية أيرلندا. صافحهم الملك جميعاً وتبادل مع بعضهم أطراف الحديث. هذا الحضور دفع بعض المعلقين السياسيين إلى القول إن وجود الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد ومن ضمنها حزب الشين فين دليل على نضج سياسي في التعاطي مع وفاة الملكة، وهو ما تعزز الحشود التي انتظرت الملك منذ خروجه من المطار حتى وصوله إلى القصر. من لندن إلى إدنبرا إلى بيلفاست يواصل تشارلز الثالث جولته الملكية تثبيتاً لعرشه من جهة، وللقول لشعوب المملكة المتحدة من جهة ثانية إنه سيكون ملكاً للجميع، تماماً كما كانت والدته خلال عقود حكمها رمزاً لوحدة البلاد. فهل تحمي هذه الزيارة أيرلندا الشمالية من الخضات التي تنتظرها إذا قررت حكومة ليستراس تعليق البروتوكول المتعلق بها؟ هذا ما ستكشفه الأسابيع المقبلة. مصطفى زارو، العربية، لندن.